السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية حبايبنا. معكم أبو يوسف من قناة يوميات حميماتي. حبينا اليوم نطلع نصور لكم فيديو عن الحمام وكيف تكرش الفراخ وتعطيها مجالها. فأنا وطالع لقيت في بوز أحمر، هيو حبكين هيو بجنب الكشميري، حبينا نصور لكم إياه. تابعونا حبايبنا، بمسكه برجع لكم إن شاء الله إذا قدرت أمسكه. رجعنا لكم حبايبي على اساس انه يمسك البوز، بس يلا ما لنا نصيب فيه. البوز طلع واعي شوي، اكل وراح، قلنا مش مشكله لان فراخ بدناش نتعبها. شباب اليوم راح نتعامل مع الفراخ اللي مكروشه جديد وخشت بغيار ومرض وشغلات كثير. طبعا هاي كلها عندي خشت بمرض وغيار وشغلات كثير صعبه، فطبيعي جدا الطير بعد ما يطلع من الشغلة هاي لازم تعطيه شوي شوي براحته تكرش فيه، لأن الطير بكون تعبان جدا ماكل هواء، بكون ما بوكل أصلا، مناعته ضعيفة وما بده حدا يقول له، يعني يقول له طير، هذا المعنى. فأنا إلي فترة معاهم بعطيهم أدوية وبعطيهم هاي خشتنا، هاي عاملينها تسليكة هيك، هاي كلها فراخ سطحي طبعا، أهليهم كلهم عندي، ولا طير من برا ولا الطير من برا الحمد لله. فلازم نعطيهم مجالهم، يعني كيف الطير اول ما يطلع من مرض ومن بروك وبشكل عام، يعني مرض بروك غيار، لازم الطير يعني تمشي معاه بطريقه منيحه، مش انك تكرشه غصبت عنه. هاي فراخ كلها بتطير عادي، بتطير، بس الفكره الطير اذا انت قلت له يعني طيرته زي هيك وما طار، هذا اصلا ما بصير انك تطيره الا اذا طار براحته. الحمام كنت مطيرها قبل شوي تعبانه، طبعا هي صحتها منيحه ماشي حالها يعني زبطت، لكن الفكره انه الطير مش لازم تطيره غصبت عنه. اذا طيرته غصبت عنه فسد، واذا فسد انتم عارفين شو فسد، يعني بينزل على دار جيرانكو او شيء زي هيك. اذا فسد الطير خلاص انسى، بما انه الطير طالع من بروك، يعني كل الحمام زيه طالع من غيار او بروك او من مرض. طبعا انتم عارفين يعني الغيار بخلي مناعة الطير شوي ضعيفة، غيار الريش، زائد انه بخلي شهيته للأكل مش منيحة. فعشان هيك يا أخوي انت وياه اذا بدك تطير فرخ طالع من غيار او بتكرش فرخ، طبعا الفرخ نفس الشيء دير بالك، او بتكرش فرخ، بدك تعرف حالك انه ما تغلبه بالكرش ولا بالطيران بالذات بالفترة هاي. خلينا نجرب مرة ثانية، شايفين هاي اللي بنحكي، هذا اللي احنا بنحكي عليه، هذا اللي بنحكي عليه. انا قادر اضغط واطيره، لكن الفكره وين؟ اذا طيرته مره ومرتين وثلاث راح يفسد، واذا ما فسدش راح يقع، واذا ما وقعش راح يعني اكثر ايش راح يعمله ممكن يوقف لك على الشمع هاي. فانت بدكش طيرك يكون هيك على الاغلب، يعني بدكش طيرك يكون هيك، فانت اعطيه مجال واعطيه راحته واعطيه مغرب وغروب، طيره غروب عشان الجو بكون شويها بارد والطير ما راح يتعب من الحراره. لكن اشي طبيعي لازم تعطي الطير يعني شمس، لازم تشمسه. الجو اليوم الشمس حلوه، لا هي حاميه ولا هي بارده، فلازم اجباري انك تعمل بالطير الصح. وشو الصح؟ الصح تخليه على الرفسه زي ما بده، بده يطير، بده يحط. اغلبيتها ترى على الصمايه، ديروا بالكم، يعني هاي عندك هذا البندوق الابيض عندك على الصمايه، بين صمايه وطالعه، في عندك البوز الاحلى سوين وهذا العمري هاي على الصمايه، وعندك السيكي على الصمايه، والبندوق الازرق هذا على الصمايه، كلها بطن واحد على الصمايه. فانت بدك تطير طير على الصمايه، اذا طار معك اصلا بعد ما طلع من غيار راح ينصاد، انت بدكش طيرك ينصاد كمان. فاحنا نعطيه راحته، هذا اهم شيء، انك تعطي الطير راحته حتى يعطيك اللي بدك اياه. اما بدك تاخذ اللي بدك اياه منه وانت مش معطيه راحته، غلط. هاي فرخ ما شاء الله عليه بفز، بطير، بقدر اطيره، بس الغلط انك تطيره غصبت عنه يا اخوان، الغلط انك تطيره غصبت عنه. خل نجرب البوز راح، مش راح يرجع طبعا. شوف بتطير حمام، بتطير، بس الفكره اللي بدوش يطير خليه ما يطيرش، لا تطيره نهائي. هاي هناك في نوري ازرق نزل على دار جاري، نوري ازرق نزل على دار جاري،
هسه يعني الحمام على الأغلبية اللي تعبان واللي متضايق واللي نفسيته تعبانة راح يفسد، إشي طبيعي جدا 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 إنه يفسد يلحقه. فأنا ليش أخليه يلحقه؟ هو إذا لحقه زي ما قلنا هاي فراخ هاي فراخ ما بصير، يعني بتلاحق بعض معروفة. بخليه طالعة من غيار تعبانة فيها فراخ بلاحق، فيش مجال، هاي شدت الحمام. بس برضو الطير تعبان، طيرته غصب عنه من على الرفصة معناته الطير تعبان. دير بالك، حط ببالك هاي يعني حط ببالك هاي الشغلة، الطير ما دام طيرته غصبت عنه من على الرفصة معناته تعبان. فإذا طيرته لو خلط مع أي كشيش راح يحط، لو نزل قدامه أي طير من حمامك راح ينزل. فهان الفكرة هيو، ها بشوفه بقول لك أنا حمامي بطيرها غصبت عنها من على الرفصة، فيش حدا بقدر يمسكها. هاي حمامك بتكون يا عمي بلديات متعودة، بس بدك الصحيح يعني الطير الصح ما تعطيه، يعني مش ما تعطيه، يعني بمعنى انك اعطيه مجاله وما تعطيه مجاله انه يشرد. هي اجي البوز، تعي تعي تعي، هاي البوز بلكي على حظكو، تعي البوز اكل عندي، تنشر اكل برمتين راح طار ونزل واجى، بس الحمام طايره. تعي شوف الحمام، شدت الحمام بدها راحت، هاي النوري اجى. شايفين كيف اخوان؟ طبعا هسه ناس بسأل بقول لك كيف الطير عندك بفسد وبسرعة برجع يحط؟ هاي يا اخوي بفسد وبرجع يحط بسرعة. ليش؟ لانه الطير بحب السطح. كيف بحب السطح؟ مش مدايقه طلع، اللي بده ينزل ينزل عمي، ما تدايقه نهائي ابدا ابدا ما تدايقه. الطير بطبيعته بحب الطيران يا اخوان، الطير بطبيعته بحب الطيران. فانت لا تيجي تقول له لا تطير، فانت لا تيجي تقول له يعني لو بده يطير الطير طار. هاي البوز هاي البوز هاي البوز، هاي الطير لو بده يطير طار، لانه هو بحب الطيران يا اخوان. وين البوز راح؟ تعي 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 تع 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 تع. شايف انا ما بلحق له، ليش الحق له؟ ما بلزمني، ليش اخرب حمامي انا؟ ليش تعب حمامي عشان البوز؟ ما بتعب حمامي عشان البوز، البوز بيجي حفظ برمة اصلا جاي عندي، هو جاي قاصدني. بس الفكرة ليش تعب حالك وليش تعب حمامك؟ تعي تعي. الحمام كيف تطير؟ في اكم من حمامة هاي يمه نشيطات، بس اللي بده يحط زي ما قلنا بده يحط بحط بكيفه، واللي بده يطير بطير بكيفه. الطير زي ما قلنا لكم بطبيعته بحب الطيران، فانت لا تيجي تجبره على شغلة هو بحبها، لكن لو قادر بطير. عشان هيك يا اخوي لا تجبر طيرك على الطيران، لا تجبر طيرك على الطيران نهائي، لا تجبره. بده يطير بطير، لكن في شغلات يعني زي ما بنحكي طير مخلص غيار مخلص صماي مستدقل مثلا، خلينا نفترض انه مستدقل له فترة معينة تلينه فيها، لكن على المغارب وقت ما يكون الجو مني. حي البوز حط، شايفين وين حط؟ بنص السطح، بنص السطح. حيو يا شباب، هاي سبحان الله، شايفين اخوان ما دايقته، بالعكس طعميته وخليته يشرب وما دايقته. طار عندي برمتين، حفظ برمة الطير خلص، ما دام حفظ برمة الطير صار إلك معلم، ولا غلبت ولا تركته. هيا الحمام ما شاء الله عليها. بس أهم إشي يا أخوي يا حبيبي لا تجبر حمامك على الطيران، حمامك لا تجبرها على الطيران، لا تجبرها على الطيران. بلكي هي أجا، هي أجا تحت المقلب، بلكي ضربنا المشكلة. الطير قوي يعني مش قوي، واعي شكله مضروب ألف مرة على مقالب، مش راضي يعني يمسك مقلب نهائي. والله هاي مسك، والله مسك، كفوا عليك، والله مسك. شوفوا شباب، شوفوا هي والله العظيم هي، سبحان الله، والله نصيبه، سبحان الله سبحان الله. هي البوز مش عارف كيف بدي امسك لكم اياه، بس دقيقة شوي. طبعا يا اخوان هي البوز، هيو بوز احمر حبكين ما شاء الله عليه جميل، بس الغريب انه مفكوك اشكاله الطير. انا فصل معي الفيديو قبل شوي، امسك زبط حالك يا رجل. هذا هو بوز احمر حبكين يا اخوان، سبحان الله، والله اعطيته راحته، ما غلبته يعني ولا دايقته، علفت له. انا عارف حمامي لو طيرت له اياها ما راح تجيبه، بس طيرته برمتين مع الحمام وشرد راح. بعديها رد نزل اول مره، ثاني مره نزل، المره الثالثه هيو نزل قدامك وانا قاعد بصور فيه،
فش مسك على المقلب ضربته قدامكم. سبحان الله نصيبه نصيبه يا اخي نصيب عندك الطير، اذا له نصيب عندك والله بتصيبه. فيا اخوان بتمنى تعملوا بالنصيحه اللي قلت لكم اياها، وهي الفراخ قدامكم ان شاء الله معكم اول باول حتى تصير زي الحديد الطير. والسلام عليكم.